بالنسبة للفندق تقريبا الزائرين باليوم من عدد 1، 2، 3 أشخاص حسب الأيام، حسب الحالات المرضية اللي تجي. مرات تجي يعني باليوم بزونة بزونتين، القطط حاليا وكلاب مستقبلا نحاول نبنيها إلها، وأيضا نستقبل الطيور. عجبتني الفكرة لأن احنا عائلة تحب تسافر، فدائما نحتار ونخلي البزون وشنو منو يداريها، فصراحة جبتها هنا وشفت عندهم المدارات ورعاية كلش حلوة من حيث النظافة والأكل مالتها، وشفتها استلمتها البزون كلش بحالة نظيفة وحلوة مداريها حتى أنظف من عندنا.